زي ما بقول لحضراتكم نجمنا الكبير محمد صلاح هيتوجه دايركت الى الامارات. والحقيقه الفرعوني المصري محمد صلاح يعني بيواصل اسبوع بعد اسبوع الحقيقه العزف على اوتار النجاح والتالق. الحقيقه محمد صلاح كل اسبوع بيعمل شيء استثنائي، وبعد طبعا ما سجل الجونين في مباراه التعادل امام فريق برايتون الحقيقه خلال المواجهه طبعا ما بين الفريقين في الدوري الانجليزي، خلينا نتكلم على يعني محمد صلاح وما حققه من انجازات خلال الفتره دي. رغم طبعا محمد صلاح يعني رغم الخساره، مش هنقول الخساره التعادل، لكن محمد صلاح الحقيقه بيقدم ارقام قياسيه لافته للنظر بشكل كبير. بالهدفين اللي سجلهم دول يعني فرحته كانت هتكمل طبعا لو كان الفريق كسب، لكن يعني زي ما بقول لحضراتكم ليفربول بالتعادل دوت بقى عنده 17 نقطه في المركز الثالث في الدوري الانجليزي، يمكن بفارق نقطتين عن المان سيتي الثاني وثلاث نقاط عن الارسنال صاحب الصداره وتوتنهام. لكن خلينا نتكلم، محمد صلاح رفع رصيده من الاهداف في البريمير ليج السنه دي الى 5 اهداف. حضراتكم عارفين دلوقتي هالاند عنده 8 اهداف، وبعدين سون الكوري الجنوبي مع توتنهام 6 اهداف، محمد صلاح 5 اهداف. طبعا لسه في 8 اسابيع، 5 اهداف في 8 اسابيع رقم جيد جدا لمحمد صلاح. لكن يعني وفقا لما كشفت عنه لغه الارقام، زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح عمل انجاز استثنائي في الدوري الانجليزي السنه دي، بعد طبعا ما اصبح اللاعب الوحيد اللي سجل اكثر من 10 اهداف وقدم اكثر من 10 تمريرات حاسمه خلال 2023. محمد صلاح خاض 30 مباراه في الدوري الانجليزي خلال عام 2023، حقيقه نجح من خلالها في تسجيل 17 هدف و12 تمريره حاسمه. احرز واصنع يعني تقريبا المجمل بتاعه محمد صلاح بيحرز هدف او بيساهم في هدف كل 88 دقيقه في المباراه، يعني تقريبا كل مباراه محمد صلاح يا بيسجل يا بيساهم، وده رقم رائع جدا جدا جدا. كمان محمد صلاح الحقيقه اصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في برايتون بالدوري الانجليزي، سجل 8 اهداف ساهم في 14 هدف خلال 13 مباراة الحقيقة خدها في البريمير ليج أمام برايتون بصناعة 6 أهداف أخرى. الحقيقة برايتون كمان أصبح تاني أكتر الفرق اللي ساهم محمد صلاح بالأهداف أمامها في الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف مناصفة مع فريق المان يونايتد. بالجونين اللي كمان سجله محمد صلاح في برايتون بيعادل محمد صلاح عدد أهداف طبعا فان بيرسي المهاجم الخطير، المهاجم الهولندي الخطير فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد والأرسنال في الدوري الإنجليزي طبعا سابقا ب 144 هدف. لكن كمان اللي بيفضل محمد صلاح عن فان بيرسي إن عدد المباريات اللي سجل فيها محمد صلاح 144 هدف أقل تقريبا ب 25 أو 30 مباراة عن فان بيرسي طبعا المهاجم الهولندي الشهير.